صحيح لكم المتتبعين ديالي الاعزاء، كيدايرين لاباس عليكم؟ نتمناكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الظروف وفي احسن الاحوال وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. وتوحشناكم بزاف وغبرتوا علينا وغبرنا عليكم، واليوم جيناكم عندنا من جديد انا ونعيمه. وكنشكر الناس اللي كيسولوا على نعيمه، كيقول لي بقات تصور مع نعيمه، بقات شهاد نعيمه. نعيمه غبرات وانتم عارفين اخوتي مع المدرسه وعندها وليداتها صغار، الله يكون في العوان. المدرسه الا فرقات بيناتنا هذاك الشيء، هي مابقاش كنجي عندها مابقاش كتمشي عندي. ودابا انا جيت تحت الطلب ديالكم وحققت لكم الامنيه ديالكم والطلب ديالكم، هنا جيت عند نعيمه وجيناكم بالجديد ان شاء الله. تحيه لكم المشاهدين، كديري لاباس عليكم، نتمنى صحيح تكونوا بخير وعلى خير. ايوا الدكا عليا راه شتي غبرات عليكم بزاف، ولهم عزيز كتب الله وجات عندنا. ايوا وتابعوا معنا، حنا غادي اليوم نشدوا الكنار ونحيدوا لي الجداوح ديالو. ودابا حبايبي جينا نشاركوا معاكم وغتشبعوا معنا الضحك، غنديروا الحلقه الكنار هانتوما معايا. دابا راه كاينه نعيمه كنحجج كناركم، ها هما غادي نبداو بهاداك من الاولين. يلا يلا بسم الله. كتشديتي وحده ولا وحده؟ عطيني انا كبيره، انا يلا جدري وا خوتي كتشوفوا حدا راه هربات لينا تسخفناها، خرجات لينا من الكباب. دابا بدايا شدينا غادي نوريكم الطريقه ديال نحيدوا ليك الجناوح ديالو باش ما يبقاش الطار يمشي ليهم. هادي هي التالي ديالو، كنا غادي نشوف حدا شدينا من هادو. نعيم صافي صافي ركينا وراك صافي. هادي جهيت وين كيساعد كان مسكين تقول هذا الاخر اللي قلنا نضحوا على ما غنقربوا كاع غادي نحيدوا الجناح باش باش طاري. هي 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 قبيحه ما شفتها بحال هكا. يا بسم الله دابا هضري شويه جدري شويه باش نعاود اوكي. دابا هاد الجناوح ملي كان كيفرك يطار في السما ما عاودش يولي مساكن، كضربوا عليه ثمن وكيخسروا عليه فلوس شحال، والالف كما عارفين الالف غالي، كلشي غالي، كضربوا عليه ثمن وعاد عطيه يشرب ضرقوا على الشمس. اش يطار حيت الا نسفناه كيتوعس هو كيتالم كيتالم، ولكن دغيا كيخلف عاودينا واحد جناوح اخرين حيت هكا كتنقصوهم عاودتي تزادو مره في بلاصتهم نايله دايره شاد الدري ما تحيدش ما عاودش يدير في بلاصتهم فهمتي. كتبقى لك البلاصه فيها شي دات جنوح تعاوني يعني نقص حيفي المشروع زعما جديد درا خاصو شي مقص يكون صحيح، خاصو ديال بزاف ديال النعاج. اييه ولي خصك تقطع كيضرب الحلقه النعاج. ودابا راه هاد سميت عليه هاد حنا بغات تسقط علينا الكنارة تقول لك شعرها حيدتو لي طيش. ها انتم المتتبعين كيف كتشوفوا صافي دابا مكيقدش يفر صافي نهائيا. ايوا دابا خاصنا شي غير نبداو غنشدوه. جديكم واحد عاد شوفو كاين شي حاجة هاني واقف داخل شي حاجة وقيلة غير القناة هادو قناة داخل هذاك الشا ديال الزريبة ديال القلم. Ha 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 ha
الخير. هاي سيبك بس 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 سيبك مسكينة عرفتي كتألم عرفتي ملي كيجي الوجع كتجلس الله سبحان الله العظيم مسكينة هي شحال كتحمل هادي واحدين بغي نضربو عليه هذا الدكاري يحرك كدز النعاس دابا كدز الحانة ها انتم ما تتبعين فاش فين نجي عاد نعاود ما تهلا فيا او دير ليا صايكو كرعاد نعس ليا صايكو البنك كتزيدنا التمارة كتقول ليا جد دوكا ليا جايه مسهره حاضر دير ليا التمارة حلقي في الحيله اخي كتسد ديال تقطع الغلم ها انت صوفا صافا باش يطيب دابا صايكو يمشي غير على رجليه يا جسكتي مشي قاد لك واحده اخرى انا عرفتي نعيمه اليوم كان عارف رئيس خط علينا والله ما حرف لي شي شتي واحد الحاجه اللي جلا مشي عاد شي حد من القصر هاك يمشي معاود شي ولي عرفتي وكيمشي بعيد واحد المره كنا حنا ورا الدار فوق الربيع واحد الكناره كبير عندهم شي عامي عرفتي ذكر كبير فيهش 5 كيلو ولا اكثر عرفتي ملي طار ها هذيك كيعلي علي علي تولي بحال شي فرخه صغيره في السماء قدام قبل كنشوف هي شنو شديتي فاش رجع هي شديتي هيثم ساعدنا شكرا يا هيثم هيثم بغيت فيا شحال تبارك الله الدراري راه كيف باقي نكدو نجري وحنا راه شحال ما بقينا جرينا ناعين عاود شدي واحده اخرى هتشوف غير باش نلهاه الهي راه كاين الكنار هي سادين عليه حابسين وتهم وسد معاك الباب باش ما يهربش واحد وحده ولقيتها محيده لها جناوح عاود لقدها راه هذيك راه حيده هذيك تكوني محيده لها ديك المره امي هذيك امي اللي وكات والدي هذيك هذو الحيده اللي صار معمر تفكروه انا درتو بحال كيف تفكروا هذا اللي تحسك مقص كيخلف داك اللي انت هو اللي كيخلف هو اللي كيخلف عاود ندير واحد حل زوين اللون ديالها تبارك الله في هذاك انتم حيدين ملا ها ما صارت تنوض في اخرين ان شاء الله خلفها جايه نايضه انا بقى شي جيب شي بنت اخرى تي سيري مسكينه هو المشاهدين احنا غادي طالعين نقلبوا الكنار هي وحده شبانينا هي تسم طالعوا من فوق الحجاره فوق السطر باش نحلوا الكنار هيكم هو المساعد ديالي الناس ما غنبداو عرفت المسكينة هذا غنحيدو لها جنحها في هواء في الهواء ايوب ايوب نور ها عرفتي ركب ركب التيوب في الروبينة خلي الكنار يشرب الحرارة سبحان الله كان واحد العجاج زوينة ما لقيناش كيف نصورو كان واحد العجاج كثير انا شاده الوجع كتوجع ديك هذيك والله الا كانت وجع باقا تولد خاصها هاد التفارات اللي دول بيه شو مسكين هاد الهند لا اطلقي اطلقي راهو مسكين ديري قد صغير اطلقيها ماما راه قبيله كنطلقي كياكل ولا لا ليش بتخشيك سنيتني خلينا نصوره صغير هو مسكين حلو مش مشاجر. Thank you.
علاش الكروسه جايه جات لا خليته واحد السطار الدور اللي شفت حطه معاه خلينا نشوف سيكينا شنو نصوروا هربوا دوك عندهم جناح مشى مع فين مشى بقى عاد دوك المسات ما كيبداوش يهربوا هما اللي بقاو شدي بحالك ما طلقش الماء ايوب تطلقنا من الماء طلقي كان الحراره بزاف صافي كان شربي الماء شرب لي الماء وبعد باش بطا شربوا لي البطاطا طلقي الماء باقي الماء خلي عمر جاي نو سير بنيتي داك الكليني طيله هذه هذه فركسناها شكون بحالك هاد الحلقه راه كدار بالفلوس صحيحه يا اختي انت فابور ومازال كتغدي الطار وهربانه وما عرفتش شنو عرفتي ملي كيكون كيكون كيبغي دوك الغربه اللي كيعضك شو دابا كاع ما كتعضك كيعضها ما كيت تاخذي البيض ديالو ايوا لا ايوا دابا قبلي هادي بقى معمره بيضاه صح خمس كيلو شي حالاته يلا سيري جري بلا ما تلفتي لا شوفها صحاباتها كيقول لها شكون دار فيك هاد الحاله ويلي 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 جريت بلا ما تلفت عاد نمشي نشوف الاخرى اللي هي انا مش ايوا كتشوفوا كما كتشوفوا المتتبعين ديالي العزاز بعد ما خدتكم الدوكا ديال مدارة الرياضه هي وناعمه شاركنا معكم الحلقه ديال الكانال رحنا اليوم سخفنا الفيديو طويل ولكن حنا غير نقادوه باش يجي صغير باش تفرجوا فيه المتتبعين ديال العزاز وما طلعش لكم في الراس الاخرين هما بقاو هربانين لينا شي قطعنا لي خذل هي شنو خلي فيك كيطلع شوف راه ما تحتاج في ديك مازال باقي ما كملتيش راه الفيديو ما يجيو كملي ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله باذن الله والمتتبعين ديالي العزاز هنا حلقه تاهات ناعمه تابعونا مازال كاين الجديد وكاين المفاجات خازنا لي ناعمه قالت لك راه غتهلا فيا حيت شحال ما بقى جات العروبيه غتهلا فيا مزيان باقا المفاجات شدا خالتي كاين شي حاجه اخرى ما عرفتش كان خلا مفاجاه المهم نعاش درنا من الحلاقه كان ردنا لي حش باقي ساعه ثاني شي ما عمرك ما جيتي كاين دابا خرج ناعمه طالع لها الدم قالت لي مشيتي بقيتي في المدينه تتسرحيتي قالت لي جا غتضربي التمارين اللي كضربوا الناس تاع الباديه وتحيه للعيالات دول القريه القراويات الناس تاع الباديه تحيه لهم كبيره تبارك الله حنا غير شي حاجه كنجيو كنتقهروا الله يكون في العون تبارك الله هادشي راه كيعيشوا يوميا تمارين فوق الصباح بكري يوردوا ويعلفوا المهم تابعونا الفيديو ما جا ان شاء الله السلام عليكم